السلام عليكم ومرحبا بكم في لقائي اليوم. ضيف هذه المرة هو الدولي التونسي يوسف مساكني، لاعب نادي الدحيل القطري والمعار حاليا إلى نادي أوبن البلجيكي. مرحبا بك يوسف. إذا يوسف، وصلت هنا قبل أيام إلى مدينة أوبن البلجيكية. في البداية كيف هي الأحوال؟ والله عندي ممكن أسبوع جيت الأوبن، أحوال كما تشوف ثلج وبرد يعني، بس الحمد لله واحد لازم يتعود بالجو هذا. الاحتراف في أوروبا أخيرا يمكن القول، لأن كان بإمكانك تحترف من قبل وبالضبط في أوبن. لماذا أوبن يوسف؟ والله الاحتراف في أوروبا يعني كان من قبل هو حلم ويتابع فيا، فهمت؟ بس قدر الله ما شاء فعل، يعني كل مرة باش نطلع لأوروبا تصير مشكل وتصير إصابة ولا تصير أي شيء. الحمد لله المرة هذه قلت لي ليش أوبن، يعني واحد 8 أشهر 9 أشهر الحين بعد الإصابة، 9 أشهر بالضبط باش تمشي في دوري، في فريق يلعب في الأدوار المتقدمة ولا في المراكز المتقدمة، صعب باش ننافس على المكان نتاعي وصعب باش نلعب، وأنا حاجتي بمباراة باش نرجع للنسق وعندي كأس أفريقيا في شهر 6. سو الاختيار صار في أوبن، هذاك علاش خممنا كثير، جاو 3 ولا 4 عروض، بس الحمد لله إن شاء الله يكون الاختيار صائب. هل كان هنالك يوسف أشخاص قمت بالاستشارة معهم عن أكيد الاحتراف وهذا الاختيار بالضبط؟ أكيد أكيد، أولا نائب رئيس النادي خليفة خميس اللي كان وعدني من أول قبل كأس العالم، معناها اللي باش نطلع من النادي معناها في أوروبا، وخاطر كان جات في عروض قبل كأس العالم، بعد كأس العالم يعني نطلع إن شاء الله لأوروبا ويكون فريق محترم، وانا الوقت هذا كان ما عنديش اصابه وكل شيء تمام. كان وعدني بس قدر الله شو ما فيش ما شاء فعل، يعني هذيك حكم ربي، جات الاصابه وبعدين جلست انا وياه وبتشاور مع انا بتشاور مع الوكيل الاعمال مالك الملوم، اخترنا اوبن كما قلت لك قبيلة على الأشياء هذه، اخترنا أوبن اللي فريق نقدر نلعب فيه. نعم، الخير فيما اختار الله. بعد أسماء الأندية اللي كانت مهتمة بك يوسف قبل كأس العالم؟ والله كله كلام صحافة، في زوز فرق بس اللي كانوا راغبين، ماني قلت لك يعني مانيش بنقعد نجاوب كل صحافي ولا كل صحافة تكتب على يوسف مساكني، هذا كان موجود. وإن شاء الله تعتبر أوبن ك ك يعني مقفز، واحد ترامبلان. والله هذاك هو البروجرام، أوبن هو الترامبلان لأوروبا، علاش لا؟ كما قلت لك واحد يعمل 6 شهور باهين ومن بعد فما كأس أفريقيا كما تعرف، معناها واحد توا أنا 5 سنوات ولا 6 سنوات في قطر، كأس أفريقيا يعني يمكن كيما نقول كل كأس أفريقيا لازم نحط بصمتي، يعني لازم نسجل، لازم نعمل كأس أفريقيا. أوكي فهمت، واحد يلعب كأس أفريقيا جاي من بلجيكا أحسن من يكون جاي يلعب في الدوري القطري، هذا أول شيء يعني خممنا فيه وعرفناه، فهمت؟ سو إن شاء الله كيما قلت لك أوبن هي الترامبلان. تهاجر للمرة الثانية يوسف من طبيعة الحال 2013 من تونس لقطر، والآن من قطر أوبن البلجيكا والأوبن بالضبط. حكي لنا على هذا القرار والعلاقة والعائلة والظروف إلى غير ذلك. والله صعبة شوي، بالأخص الحين عندي مولود جديد وسو مبروك عايش، سو صعيب باش تتنقل بسهولة، فهمت؟ صعبة شوي وثلوج هنا وبرد يعني تحديات كبيرة، شو نقول لك؟ الله يعينك. تحديات كبيرة، أي واحد اللي يلعب في الكورة لازم يحب التشالنج ويحب التحديات، يغامر أكيد أكيد، يعني احنا مولودين للشيء هذا وديما واحد عنده تارجت إن شاء الله يا ربي يوصل له. كما قلت قبل قليل يوسف، بالضبط 9 أشهر مرت على تلك الإصابة الرهيبة، لا أريد أن أذكرك بتلك اللحظة، لكن
بطبيعة كيف ولو باختصار يعني كيف عشت تلك المدة الرهيبة يعني؟ والله الحمد لله كان إيماني قوي بربي وقبلت اللعبة وقبلت اللي هذا قضاء وقدر، ولقيت سند كبير من عائلتي ومن أصحابي ومن أصحابي القراب واللاعبين والناس كل والجمهور التونسي والعربي، ما خلونيش وحدي يعني، نساوني في اللي أنا كنت مصاب وكان يستنى فيا كأس عالم. بفترة نقول لك صعيبة، صعبت وقت اللي بدا كأس العالم يعني وأنا نتفرج بس، وبعدين كل شيء. تابعت المباريات عبر التلفزيون في قطر لا ولا في كنت تونس؟ في مشيت لروسيا، أنا مشيت. ونحن نتحدث عن الإصابة، هناك بعض اللاعبين يوسف مثلا في أوروبا يقول لك بعد الإصابة سأعود أقوى للميادين، هل تشاطر هذه الفكرة؟ وشاطرها يعني، أنا تعديت بها والحقيقة الحين نحس نفسي أقوى. ليش؟ خاطر عندك 8 أشهر تعود تشتغل من أول وجديد يعني، كل شيء تشتغل على ساقية رجلك على جسمك من فوق من تحت من كل شيء يعني، تحس نفسك بعدين كي ترجع الميدان تحس نفسك أقوى من قبل. صحيح في وقت في كافي. وقت كثير يعني، في وقت 9 أشهر ولا 8 أشهر وانت تقوي في رجليك وتقوي في ساقيك وفي عضلاتك من فوق ومن تحت في كل شيء يعني، تحس روحك اقوى بعدين. وبعدين مع الرتم المباريات يعني الرتم هو الصعب شوية، خاطر الرتم واحد 9 أشهر باش ما لعبش يعني، رتم المباريات بشوي بشوي لازم 4 5 6 مباريات باش يشد الرتم، فهمت؟ بعد 6 سنوات لعب في قطر وتدربت مع مدربين كبار، يعني لو أطلب منك تلخص لي هذه المدة اللي قضيتي في قطر. والله الحمد لله الحاجة الوحيدة اللي فرحان بها اللي أنا ما خيبتش ظن الناس فيا، حتى المحبين تاعي في تونس يعني، كنت الناس قالت أول ما مشى قطر حينزل مستواه وما عادش نشوفوه وكل شيء، الحمد لله ما تغيبت يعني تقريبا على حتى تربص ولا حتى مباراة مع المنتخب التونسي. مستواي كان نفسه يمكن أحسن كل سنة، وأنا نزيد في النسق وفي كل شيء الحمد لله، معناه ما نزلتش في الريتم بتاعي وكل سنة وأنا نتعلم، وكان يعني ال6 سنين عديدهم في قطر حاجة أعطتني البلوس يعني، حاجة أعطتني البلوس وكاو. ولعبت مع لاعبين كبار اجانب وعرب على سبيل المثال تشافي. غير تشافي يعني كما قلت في الدوري القطري في 4 مباريات في الموسم ولا 5 مباريات في الموسم، فيهم رتم هذوك اللي تعلم منهم وتاخذ منهم اشياء يفيدوك في المستقبل. هل تفاجأت لعطاء قطر في كأس آسيا؟ لا 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 لا, لا. ما تفاجأت وما تصور في واحد في قطر تفاجأ، خاطر يعرفوا الليفل نتاع اللاعبين كيما قلت لك تو في الدوري القطري عندك 6 ولا 5 مباريات في الموسم تلعبهم في الهاي ليفل يعني مستوى اوكي، وهذه هما لعيبة المنتخب يعني في الفرق اللي تنافس على المركز الاول، الريان السد التحيل شوية الغرافة، فهمت؟ يعني هذم اللي يكونوا في المنتخب اللي نشوفوا فيهم الحين في كأس آسيا، ويعني ما كنتش مستغرب وكنا متفائلين وعارفين اللي نجموا يعملوا حاجة في كأس آسيا. يوسف الآن بالنسبة للمنتخب التونسي، العودة لقيادة المنتخب إن شاء الله ماذا تمثل لك، خاصة أن العديد من زملائك أكدوا أنه في غياب البلبولي ويوسف افتقدوا للليدر؟ يمكن خاطر تعرف منتخب يشارك في كأس العالم منتخب شاب، وكما قلت يمكن كان فما هو الليدر، فما وهبي الخزري، فما ما نعرفش أنا باش نقعدش، فما أسامي كثير باش ما ننساش حتى حد، أما يمكن افتقدونا خاطر كنا احنا محيطين بالمجموعة في الوقت ذاك، فهمت؟ ويمكن ذاك علاش، ما عنديش تفسير آخر. كانت خيبة أمل في روسيا؟ لا 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 ما هيش خيبة أمل، شوف
احنا منتخب تونس الاوبجيكتيف بتاعنا كان باش نمشيو لكاس العالم، المشاركة. المشاركه لكاس العالم، وهذا الحلم الوحيد للتوانسه ومن قبل، يعني من تو. الحمد لله وصلنا كاس العالم، بعدين الناس تبدا تحب على الدور الثاني. شوف المجموعه اللي جات فيها تونس، مجموعه صعيبه يعني، ما صراحه ايش شو نقول لك، مجموعه صعيبه، بلجيكا وانجلترا وخلاص، خلاص يعني اكيد مانيش باش نفوزوا عليهم، بس كنا نمنيو في نفسنا ونقدروا نعملوا ما نعرفش. هذا الواقع، هذا اللي يلزموا يصير صار يعني. ومنتخب الحمد لله فزنا في المباراه الاخيره، هذا هو المطلوب. بلجيكا شوف ملي تشوف القرعه تقول تونس لازم يفوز في المنتخب، كنت ضد بنما وكاس عالم وفيه، فهمت بالنسبه لنا. بس ان شاء الله ليش لا، طول المنتخب ورا اللي عنده مستوى، خاصه في التصفيات كاس افريقيا وفي كاس افريقيا الاخرانيه وفي المباريات الاخيره بتاع المنتخب التونسي، سواء خاطر لعيبه صغار، وان شاء الله نحافظ عليهم باش نعمل منتخب المره الجايه كي نمشيو لكاس العالم، نبداو ندافعوا على الدور الثاني استحقاق يعني، مش كلام بس. انتظاراتك فيما يخص كأس إفريقيا القادمة في مصر إن شاء الله، هل هذا الجيل قادر على بلوغ المربع الذهبي أو لما لا المنافسة على الكأس؟ صحيح، يعني لازم نعرف شنو هو الأوبجيكتيف نتاعنا في كأس إفريقيا هذه، باش نمشيو ناخذوا كاس افريقيا، باش نطلعوا من دوري المجموعات، نمشيو للنصف النهائي، يعني نحطوا تارجت. انا متفائل، ليش لا؟ خاطر نعرف اللي تو ممكن 10 سنين في المنتخب، يعني المنتخب هذا قادر باش يلعب، باش يدافع على كاس افريقيا جاي، قادر. اخر سؤال يوسف، ان شاء الله لو لنفرض تحدثنا إلى بعضنا البعض بعد نهاية الموسم هنا في بلجيكا والانتقال إلى تونس ومن هنالك إلى مصر، ماذا تتمنى أن تكون قد توصلت إليه؟ هدفك يعني الشخصي؟ هدفي لي أنا لاني قلت لك الجاية متاعي الأوبن، خاصة الأوبن باش نرجع نسق المباريات، هذا هو اللي في مخي واللي في واللي يحب نعمله في 16 هذه، بعدين النتيجة تتبع المردود إن شاء الله، فهمت؟ بعد ما توفى شهر 5 ولا آخر شهر 5، آخر شهر 5 ولا 6، واحد يعرف نفسه اللي هو رجعنا نسق المباريات، قادر الحين باش يرجع نفس قبل، بس المردود بعدين يحكم. شكرا لك يوسف على هذه المقابلة، وبالتوفيق إن شاء الله مع نادي أوبن وصحبة المنتخب التونسي في الصيف المقبل هنالك في مصر. شكرا لك. كما أشكركم أعزائي المشاهدين والمشاهدات على متابعة هذا اللقاء، وإلى مناسبة قادمة بحول الله.